حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان يهوديا جاءت تسالها فقالت لها اعاذك الله من عذاب القبر فسالت عائشه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ايعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك